وبعدين صار الحق علينا فقمنا واجينا لعندك. لهيك بكفي. فهمت؟ ليك أنا عم بحاكيك بكل هدوء. هلأ بتقوم تترك اللي بإيدك وبتروح بتلبس. وليش لحتى نستعجل؟ خليه جوا ساعتين زيادة بلكي بيتربى. اسمع علي متربي منيح وما بده تربية. لا تسوي مشكلة ولا بحطك معه. شوف قسما بالله بمسح فيك الأرض. إذا هيك خد مصاريك وروح من هون يلا. شوف لا تعذبني. أمن طلع فيي ولا خلصني تعالوا حل هالمشكلة يلا. شو عم يصير؟ شوف وانت شو لك علاقة؟ عفوا ما في ولا مشكلة. تفضل معي امشي لو سمحت. يلا شرف. بعد ايدك امشي قدامي. مهند عم بلك ايدك عني. خلص اتركه للشاب اتركه. شو القصة شو في؟ مرحبا جنبي. انت بتعرفوا لهذا التافه؟ شوف انت باينتك زلمة محترم واكابر. لو سمحت انا اجيت لهون لانه علي متخانق مع هذا الزلمة بدي يحلوا المشكلة. انت من وين بتعرفه؟ مهند بيشتغل مع واحد من شركائنا. فهموني شو اللي صاير. في مشكلة صغيرة بينه وبين علي وانا اجيت مشان يحلوا هالمشكلة. يلا تفضل روح البس ثيابك وخلينا نمشي بسرعة. شوف اخي انا ما بدي ساوي لك مشكلة هون. انا مو كرمالك كرمال جنبك. عم حاكيك بذوق واحترام. مشكلة شغل؟ لا والله شي تاني. موضوع خاص بعلي انت لا تشغل بالك فيه. بس اذا فيك تقنعه انه يروح معي ويخلصني كون ممنونك. فيني ساعدك بشي؟ لك ما في شي. مشكلة صغيرة وما بتستاهل. من فترة تعرفت على بنت من شي جمعة يعني اسمها سمرة. طلعت حبيبة رفيقته لهذا الزلمة. مين قلت؟ قلت اسمها سمرة؟ قلت سمرة ما هيك؟ جاوبوا لك مهند. اي سمرة هي؟ جاوبني لشوف. ها ايه مو هي البنت بتكون حبيبة رفيقة؟ يا حقير سمرة بتكون مرتي. مهند عم تقرب على مرتي؟ والله لموتك. يا ريت تستنوا شوي لكم رح يجوا. مهند رح ياخذوه على المحكمة. مرحبا جميلة. أنا يا سيادة الضابط حابب أسحب الشكوى. حقي وصل. أنت متأكد؟ إيه طبعا متأكد. يلا امشي علي. وشك شو اللي صاير فيه؟ وقعت بسالفة الرياضة. سيادة الضابط بتصور هلا صار فيك تخلي سبيله بعد ما تحلت المشكلة. انت بتأكد انك مانك ناوي تقدم شكوى؟ مو ناوي اني اشتكي عليه. Thank you.
حالة بانا ما بتصير بالمرة، والمشكلة إنها صارت عم تاخد مهدئات كتير. فهمت عليكي. من هداك اليوم لا عم تاكل ولا عم تشرب ولا حتى عم تنام منيح، ومقاومة جسمها ضعيفة كتير. كل هالقصص خلت أعصابها تتلف. طيب بالنسبة لموضوع المهدئات، هي على طول كانت تاخدها؟ إيه صحيح، بالوقت اللي كانت عم تدرس فيه بالجامعة كانت مانا مرتاحة ولا مستقرة، وهالشي أثر عليها كتير، فصارت كل ما تتوتر أو تعصب تاخد مهدئات لحتى تروق ووضعها يتحسن. بس ما تصورت توصل لهالحال. بانا أنا جنبك. مؤيد؟ أي مؤيد، شوفي ليكني هون. خلاص خلاص حبيبتي، خلاص خلاص خلاص. بنا حبيبتي لا تبكي، بترجاكي يا روحي لا تبكي، ليكني جنبك. خلاص حبيبتي أنا آسف، بوعدك ما زعلك. مرة تانية ما رح أتركك لحالك بنوب، ما رح أتركك أبدا، بوعدك. خلاص حبيبتي لا تبكي، أنا رح أضل جنبك. خلاص اهدي اهدي حبيبتي، اهدي اهدي. خلاص خلاص خلاص. رفعتي الراية البيضاء، استسلمتي وتركتي الساحة لهذا التافه. خسرنا المعركة قدام مين؟ قدام واحد جاي يسرقنا عينك كنت عينك؟ بالنسبة إلي ما في شيء أهم من صحة بانا. بيوم من الأيام إذا مؤيد بيك عرف كل شيء، وليك ورح يعرف، شو رح تساوي وقتها؟ شوف أنا بعرف منيح شو بده مؤيد، هو وضح اللي بده إياه بشكل علني وصريح، وبظن من اليوم ورايح صار التعامل معه أسهل بالنسبة إلي. ما عم بقدر كون متفائل مثلك، أنا ماني مطمئن وبتمنى ما تندمي على قرارك هذا. من شوي بابا اتصل وقال إنه رح يجي منشان يشق على بانا. أنا ما رح أتركك أبدا. ألو سمرة. مهند أنت وينك؟ أنا بالبيت. طيب خليكي هني، أنا هلأ جاي على البيت. طيب في شي صاير معكم؟ لا، شو بده يصير؟ بس اجي على البيت بنحكي شوي وبكون عندك. مهند مشان الله وقت. جميلة